وبالعودة لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد مظاهرات الأمس، ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عمر عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية. سعادة العميد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل بالإمكان أن تضعنا في الصورة اليوم بعد مظاهرات الأمس؟ نعم، حقيقة معلوم أن الأمس قد شهد أحداث مؤسفة صاحبة التظاهرات السلمية التي قامت بها جماهير أو جموع مواطنين، وكانت لوقت كبير تحت حماية القوات النظامية وقوات الشرطة. حصلت بعض الانحرافات واستشهد عدد من المواطنين، يقدر عدده ب7 مواطنين. نسأل الله لهم الرحمة والغفران، وهذه الدماء الزكية التي سالت في أرض السودان، ونتمنى عاجل الشفاء للإصابات التي حدثت والتي معظمها تلقى العلاج وخرج من المستشفيات. فيما يلي الأوضاع الأمنية، نستطيع أن نقول أن الأحوال الأمنية تعتبر هادئة في كل أرجاء السودان، والحياة طبيعية. لا يوجد تصعيد، لا توجد ربما حالات فيما خلا تجمهرات محدودة جدا كانت صباح اليوم في منطقة أم درمان، ولكن تفرغت والآن الحياة تكاد تكون طبيعية. مضابط الشرطة تسجل بلاغات عادية، لا توجد بلاغات مزعجة على عموم الأحوال. نعم سيد العميد، هل بالإمكان أيضا أن نتعرف على بعض التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات وعن مصدر من أطلق النار؟ نعم، ربما يكون من المبكر الحديث عن هذا الحديث، لأن مسألة الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل، سيما وأن من المؤكد أن القوات المشتركة في حماية هذه المظاهرات لم تستخدم الأسلحة النارية ولم تكن أصلا مسلحة بأسلحة نارية، ولكن سمت جهات. يجري الآن التحري بكثافة لمعرفة تفاصيلها ومصدرها، وريثما تتوفر هذه المعلومات ستملك للمواطن المعني بالدرجة الأولى من هذا الأمر، ولكن هذه فرصة وسانحة لتنبيه المواطن بشكل عام إلى أخذ الحيطة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر أو ظواهر أو مظاهر اشتباه في أي تحركات لأي أشياء غير معتادة في مجال عمله أو مجال تحركاته. نعم، أخيرا سيد العميد، ما هي التحوطات اللازمة في مثل هذه الأحداث بعد يوم واحد من المظاهرات الكبيرة التي شهدتها بعض المدن السودانية؟ نعم، من الطبيعي أن تصاحب أحداث كهذه بعض حالات التفلت لبعض الأشخاص من ذوي الأغراض أو حوادث لنهب أو تعدي، لكن تم وضع احترازات. تسير الآن أطواف شرطية بانتظام على مستوى الأحياء والمناطق الطرفية والشوارع العامة. دوريات الشرطة الليلية تسير بشكل حثيث، تم تكثيفها وتعزيزها. أيضا الارتكازات موجودة، كذلك حتى قوات السواري التي تعمل في الأحياء تم أيضا تفعيلها. كل هذه المنظومة من الأعمال الشرطية المعنية بأمن وأمان المواطن تعمل وتم تعزيزها تحسبا لأي إفرازات تكون ممكنة خلف هذه الأحداث، ولكن كل أمانينا أن ينعم المواطن السوداني بأمن وأمان كما تعود طوال عهود طويلة من تاريخه. العميد شرطة عمر عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، شكرا جزيلا.